سريعا نخدموا الاكله تاعنا. ومرحبا بكم معكم اسمر الجزائريين. هنا جبت حبه تاع البيض، لهم رشه تاع ملح ورشه تاع فلفل الاسود، ونخلطهم جيدا ونخبطهم ونضربهم كيما تحبوا. قولوا ما يخلطوهم وصحيح. والمقله تاعي كانت سخون، درت لها شويه تاع زيت الزيتون، ولا ديروا زيت نورمال، ولا ديروا حتى الزبده ولا المنقارين، المهم واش كان عندكم ادهنوها بصحيح. المهم حطيت هذاك البيض تاعي، نحاول انه يطيب كامل الجوانب كيف كيف. وانا جبت البا كومبلي، يعني الخبز التوست الكامل كما راكم تشوفوا فيه، يعني المذاق تاعو هايل ما شاء الله. ونحطو جانب، تقدر دير حتى الخبز تاع الدار، قسموا الخبزه ولا تيبان على نصفين وعقب وصحيح. المهم تاكل تشبع وخلاص. هنا بعد ما طاب لي هذاك البيض نتاعي وكشتو باللي نشف كامل من تحت ومن فوق، واش راح ندير؟ حطيت البا كومبلي ولا الخبز الكامل تاع الدقيق الكامل كما راكم تشوفوا، ونجيب السباتولا تاعي ولا المغرف ولا واش كان عندكم وقلبوها واعطيه. كما راكم تشوفوا بعد ما طيبناها يعني تقسمت شويه، ولكن عادي جدا. رفدوا هذوك الحوايج تاعهم، حطوهم في الوسط، ومن بعدها واش راح نديروا؟ راح نزيدوا هنايا الطوم. هنا في الحشوه الداخل تاع هذا الساندويتش تاعنا، ديروا واش بغيتوا، لكن عندكم فريت ديروا فريت، ما كاش عندكم ما ديروش. المهم هذه هي الطريقه اللي راح نخدم بها هذا الساندويتش تاعي السريع. وزدت له حبه تاع الفرماج، هذا واش كاين عندي انا، شي قيس 2000 نتاع باتي. ومن بعد نقلب هذاك الباك كومبلي تاعنا. انا باش نقول لكم بلي المقله كانت طافيه عليها النار، لانه خفت زيت الحرق الزياده. هنا ما كان يعني الخبز تاعنا تقريه مليح مليح، يعني ما شاء الله، ويجيكم يقرمش. وهذا القرمش اللي فيه هايله. حطوه في الصحن تاعكم، ولا تغلفوا الالومنيوم، تبعثوه مع وليداتكم للمجلي كول ياكلوه. شوفوا كيفاش، واقسم وكل بالصحة والراحة. ما تنسوش بإعجابتكم بارتاجكم، ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائرية على اليوتيوب. الإعجابات والبارتاج والقلوبة وديروا كل شيء بصحتي وبصحتكم. أنا خاطيني قالوا قلت بالسابرين، استمتعوا لي بالبنة.